يبدو أن موسم الاحتفالات بأعياد الميلاد في السويد قد يكون مختلفاً هذا العام، فقد دب الذعر في شوارع العاصمة ستوكهولم عقب وقوع انفجارين في إحدى مناطق التسوق الرئيسية في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. الشرطة السويدية فتحت تحقيقاً في الحادث، وقالت إن التفجير الأول وقع في سيارة ملغومة، فيما وقع التفجير الثاني على بعد 200 متر فقط وبفارق زمني بسيط لا يتجاوز دقائق معدودة. علمنا أن مركبة انفجرت جراء ما يعتقد أنها اسطوانات غاز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، ووجدنا رجلاً على بعد نحو 300 متر من الانفجار وقد فارق الحياة، كما وجدنا شخصين أصيبا جراء الانفجار الثاني. لا نعلم ما إذا كان الحادثان مرتبطين، لكننا نعمل ما بوسعنا لكشف ملابساتهما. وكالة الأنباء السويدية الرسمية ذكرت أنها تلقت رسالة تهديد إلكترونية قبل نحو 10 دقائق من الحادث، وأن وكالة الأمن السويدية تلقت رسالة مماثلة. ويتضمن البريد الإلكتروني ملفاً صوتياً باللغتين العربية والسويدية يحذر من عمل انتقامي رداً على ما وصفه بالصمت تجاه الإساءة للنبي محمد ومشاركة القوات العسكرية السويدية في القوة الدولية العاملة في أفغانستان. وعلى الرغم من عجز الشرطة عن تأكيد طبيعة الحادث، فإن وزير الخارجية كارل بيلت قال إنه عمل انتحاري إرهابي فشل منفذوه في تحقيق غرضهم منه، وإن القتيل هو منفذ العملية. الانفجار الثاني هو تم بواسطة شخص هو اللي فجر نفسه وعثر على حقيبة مليئة بالمسامير إلى جانبه. المرجح أن يكون عمل إرهابي لأن الحقيبة ذات المسامير تدل على أن هناك تخطيط مسبق ونية في قتل أكبر عدد من الناس، ولكن هذا التفجير لم يؤدي إصابة العديد من الناس، فقط شخصان أصيبا بجروح طفيفة. لم تتعرض السويد لأعمال تصنف في خانة الإرهاب، إلا أنها رفعت حالة التأهب في البلاد في أكتوبر الماضي عقب ما وصفته بالتغير في طريقة عمل بعض الجماعات المقيمة على أراضيها التي قد تخطط لتنفيذ هجمات داخلها. وإن ثبتت فرضية أن هذا الحادث مرتبط بهذه الجماعات، فإن الوضع في السويد يكون قد تغير.